ترى عيدكم مبروك. ان شاء الله 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 الشعب التونسي كله ان شاء الله عيده مبروك، وعائلتي الكبيره والصغيره والاصدقاء والاحباب، وان شاء الله الأمة العربية بخير، وإن شاء الله تونس ديما بخير، وإن شاء الله السياسيين يفيقوا لكون تونس هذه نتاعنا ويتنازلوا شوية على الكراسي ويفكروا في مصلحة الشعب. والله العظيم نتمنى العيد هذايا إن شاء الله مبروك على الأمة العربية الكل، على الشعب التونسي، إن شاء الله مبروك علي أنا وعلى وليداتي وعلى الناس الكل، على الشعب الكل، وإن شاء الله عيدنا وكلها ايامنا عيد. نعيد على دارنا، على دار حماتي، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. نحيد على دارنا في جربه، امي واخواتي واللي يعرفوني الكل. امنيات ان شاء الله تونس ساعه تكون بخير في العام الجديد، في مسابقه العيد، ونتمنى الخير لكل الناس كلكم. نعيد على كل العائلة وكل التوانسة وكل الشعب الكل، وإن شاء الله ديما في خير ونعمة، وإن شاء الله تونس في أحسن ما أحسن مرتبة، فهمتي عالية، فهمتي، وبطبيعة الحال على الوالدة هذيك، فهمتي، ربي يفضلها لنا. نعيد على الناس اللي تحبني والناس اللي تكرهني، فهمتني، والناس حتى كي تراني وتضحك في وجهي، فهمتي ولا لا، كلها نعيد عليه، فهمتي. بحول الله مسامحهم، والعيد هذايا تاع الزوالي، نحب الناس تحن على بعضها. ونتاع سماح. والأقارب هذاك هو من سمات العيد، والمسلم الحقيقي يلزمه يعيد على أخوه ويبوسه، فهمتي ولا لا، يوريه يدخله الفرحة في قلبه، فهمتي، إن شاء الله ربي يسر العاقبة. نعيد على أمي ربي يشفيها، ونعيد على بابا الغالي وعلى أهلي الكل وعلى راجع على الدنيا الكل. نعيد على فاميلتي كل للبرة، ونعيد على بابا، ونعيد على أمي الله يرحمها إن شاء الله توصلها في الجنة، ونعيد على بنت اختي صفية في السبيطار مسكينة وشتولت، ان شاء الله ربي يخلص حالها، وان شاء الله عيد أمة محمد الكل مبروكة. امين. نعيد على اخويا يعيش البرة، ان شاء الله ربي معاه كل عام هو حي بخير، وعلى أمة سيدنا محمد وعلى اهلي وكل دارنا الكل، واميتي ان شاء الله نهجم هالبلاد يا ربي. نتمنى ان شاء الله نعيد على تونس كل بخير، ونعيد على الوالدة وعلى الشعب التونسي كل، ان شاء الله عامكم مبروك. نحب نعيد على ماما وعائلتي الكل وعلى اخوالي الكل وعلى عموماتي الكل، وربي يفضلهم. نعيد على امي وعلى بابا وعلى اخواتي، وان شاء الله بناتي كل عام وهما حيين بخير، وانتم والشعب التونسي الكل. نعيد على بنتي في سيدي حسين، ان شاء الله ربي يوصلها سالمه ويخلص ربي وحالها ان شاء الله، ونعيد على تونس الكل كلها، ان شاء الله تونس تترقى الامور هاكا. عندي خويا ان شاء الله عيده مبروك، ان شاء الله ربي يخليه لمرته واولاده، ان شاء الله ربي حنن قلبه علينا وربي يهديه، وانا نطلب منه السماح كان انا غلطه معاه، وكان هو غلط معايا زاد انا مسامحته. نعيد على خواتي الكل، ونعيد على نسابي بالكبير بالصغير، وان شاء الله الكل حيين بخير. نقول لامي عيدك مبروك، ولا اصحاب ولا احباب، فهمتني. نحب نعيد على امي وبابا ربي يخليهم ليا، ان شاء الله كل عيد معايا، تحيه سيدي حسين جمله واصحابي ربي يخليكم. نعيد على اولادي وعلى فاميلتي وعلى الشعب التونسي الكل وعلى الترجيريات، والعيد بطبيعه في العيد حب حتى اللي ما نعرفوش يعرضنا نعيدوا عليه، فهمتني، ساعات واحد يعرضك تقول له عيدك مبروك وتمد له يدك وتبوسه منه ومنه، تعرفه ولا ما تعرفوش، عيد سماح هذا، ان شاء الله الامه الاسلاميه ديما بخير. نحب نعيد على صحابي البنات الكل في المكتب، وعلى ماما وبابا وعائلتي. نحب نعيد على صحابي في الكوليج وعلى ماما وبابا، وعيد مبروك. نعيد على المسلمين الكل، على المسلمين الكل، خلف ميمتي وبابا ما عندي حد، والشعب التونسي كله، وانتي معاه. نحب نعيد على بابا وامي وصحابي وددي كاس نقدمها للناس الكل، وان شاء الله عيدكم مبروك. والله عندي اصحابي فهمتني مانيش متغش عليهم، نحبهم الناس الكل، وان شاء الله نقول لهم ان شاء الله كل عام وتونس حيه بالف خير. والله امنيتي تونس تكون بخير فهمتني، والناس الكل تولي لاباس فهمتني، والناس الكل تخدم على روحها فهمتني، وان شاء الله تونس ديما لاباس. نعيد على وليداتي وعلى بنيتي وعلى ولدي اللي برا في الخارج وعلى كل من يحبني ومن يعرفني.
نعيد عليهم ان شاء الله كل عام مبروك، وعليكم انتوما وعلى الفريق الكل نتاع تونس، وان شاء الله تونس في خير، وان شاء الله تونس قدام ليس الوراء. نسمح الناس كلنا مسامحه، انا نحب الناس والناس تحبني، ما عنديش واحد هكا مغوش منه حصير، وحتى كانت تغوش اخوتي ولا حاجه ما نهزش بها، فهمتني؟ نحب الناس الكل، وان شاء الله ان شاء الله كل عام انتم حيين بخير، وان شاء الله ربي ان شاء الله يكرمكم بحاجه بها، وان شاء الله الحكومه تتقد ايامها، راي مكبوبه ساعتها ما عادش تطلع بعد بدوره، وان شاء الله يحطوا راجل يعرف قيمتها تونس. وكهو عيدكم مبروك على الناس الكل، على أمة محمد، على عائلتي، على أخواتي، على حبيبي وصحابي، الناس الكل. نحب نعيد على راجلي، على فاميلة راجلي، على أمي وأخواتي، وإن شاء الله كل عام ونحن حيين بخير، وعلى ناسي، وإن شاء الله كل عام والأمة الإسلامية بألف صحة وبألف خير. العيد على أمي وعلى حماتي في جندوبة، وعلى راجلي وعلى فاميلتي الكل. إن شاء الله عيدكم مبروك. باي باي. I love you تونسيا. نعيد عائلتي الكل، ولي الناس اللي يقربوا لي، الناس نعرفهم الكل، خواتي الكل، كهو فاميلي الكل. نعيد على خواتي واللي متغشين على بعضنا الكل السماح، وهذه الدنيا ما دايما حتى حد، اغزر سمنا شهير كامل واغزر ما يدوم كان وجه ربي، وخواتي والكل واختي العزيزه هدى. نعيد على عائلتي الكل، والرحم على امي الله يرحمها، وان شاء الله عيدكم مبروك وسنين دايما. وزوجي هوراي بطبيعة. وانا نسلم على امي وبابا برشا برشا برشا، ونقول لهم راني توحشكم برشا برشا، وان شاء الله عيدكم مبروك وربي يخليكم ليا، وحماتي وحمويا زاده نسلم عليهم برشا، ونقول لهم ان شاء الله عيدكم مبروك، وراجلي زاده ان شاء الله عيد مبروك. نعيد برشا على زوجي وربي يفضله، وان شاء الله ربي يشفيه ان شاء الله مريض. ان شاء الله عيدكم مبروك. نحب نعيد على المواطنين الكل، على عائلتي ساعه قبل، نحب نعيد على المواطنين الكل، وان شاء الله ديما فرحانين، وان شاء الله ديما البلاد بخير. نعيد على بابا وعلى امي وعلى اخواتي الاولاد في الخارج كلهم، ونعيد على راجلي وعلى اختي وراجلها وعلى الكل وعلى شعب تونس، كل عام تحي بخير. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. نعيد على اولادي وعلى امي وعلى اخواتي وعلى دارنا وعلى، ونعيد على تونس، ان شاء الله يا ربي تونس تبقى في امان وسلم، بخلاف الاحزاب، بخلاف رئيس الحكومه، بخلاف احنا شعب نتسامح، احنا شعب نحب بعضنا، ان شاء الله تكبر المحبه والالفه بينات بعضنا، وان شاء الله ربي بقي علينا الستر، وان شاء الله كل عام احنا والامه الاسلاميه بخير، يا ربي ما يفرقنا حتى شيء، ان شاء الله ديننا يلمنا ويحببنا في بعضنا. يسيتو ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير يا رب. نحب نعيد على عائلتي وعلى الشعب التونسي، عائلتي أولادي أخواتي في البلاد، عمية الحجاج معتمدة المكنين ولاية المنستير، فهمني، وإلى الشعب التونسي والأمة العربية الإسلامية، وربي يفضلكم إن شاء الله بطول عمر على الناس الكل، إن شاء الله العيد هذا ترجع تونس حالتها الطبيعية العادية متاع قبل، الناس كل فرحانة والناس كل معايدة والناس كل شيخة. إن شاء الله عيدكم مبروك. يا سيدي أنا عيد كبير برشا كبير برشا، الرؤساء العرب الكل خافوا ربكم في الأمة الإسلامية في شعوبكم، نحب ديتيكاس كبيرة برشا، ونحب نكلمهم رئيس رئيس، ملك ملك، مسؤول مسؤول، خافوا ربكم في الأمة الإسلامية وفي الشعوب البريئة اللي ما عندها حتى ذنب. كان حل تلفزيون ورا سوريا ورا السودان ورا مصر ورا ليبيا ورا، ايش باش تعيد؟ ايش باش تعيد؟ بربي قوم بيزور رؤساء العرب وخافوا ربكم في الامه الاسلاميه.